تأثير فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 جدل كبير، وأكيد الحقيقة العلمية صارت جدل ضمن كمية هائلة من المعلومات غير الدقيقة. معلومات غير دقيقة مثل ما ذكرتي زينب عن فيروس كورونا، يعني كثير من الشائعات بالعيال أيضا عم بتكون، ودائما البشر يعني تتعدد الأفكار عندهم، وأيضا بدهم يعرفوا كيف هذا عم ينتشر، هل هو كورونا هو شيء حي ولا هو مثل ما عم بيتم التصريح عنه هو مجموعة من الفيروسات ضمن غطاء من البروتين بيدخل للجسم، بس يدخل للجسم هو بيصير هذا الفيروس يعني بيتكاثر بطريقة رهيبة. لنحكي أكثر يعني عن هذا الموضوع بيصيرنا أنه ناخذ اتصال أيضا لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع أنور العمر، هو باحث في مجال الفيروسات. يسعد لي صباحك استاذ. اهلين اهلين سهلين. كان ما عم بسمع الاتصال. لا سامعكم. نعم تفضل. مهم سامعنا انت. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. اهلين صباح النور. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي شوية دكتور انور، يعني بعض الباحثين قالوا انه فيروس كورونا هو فيروس قديم جديد، باليابان ظهر عام 2012 وتطور بعام 2015 ايضا بالصين لحتى اخذ شكله المتطور بعام 2020. صحة هالمعلومات، وهل هذا الفيروس هو قديم وتطور من نفسه؟ أول شيء برحب فيكم بالمشاهدين. أهلا وسهلا. أنا واحد من الناس اللي اشتغلوا على الفيروس فترة طويلة. فيروس الكورونا فيروس قديم وليس حديث العهد. نعم. فيروس مغلف، من المعروف أن الفيروسات المغلفة يقال عنا أن فيروسات هشة، يعني غير مقاومة للظروف البيئية. عبارة عن غلاف تخرج منه ارتسامات. هالارتسامات نهايات العلوية تتواجد فيها مستقبلات الفيروس النوعية للخلية المستهدفة. نعم. فهالفيروس هذا دكتور أنور موجود على الخلية. تمام دكتور أنور، يمكن احنا عرفنا الفيروس كورونا اللي هو مجموعة من الفيروسات من البروتين، ولكن الأسئلة اللي دائما اللي عم يسألوها العالم، هل فيروس كورونا هو كيف بينتقل؟ هل يصيب النساء أكثر من الرجال؟ هل عنده احتمال على ولا الأطفال؟ هل انتشاره بيكون ومدة حضانته؟ هيدي القصص يا ريت خلينا نحن نوضحها من حضرتك بشكل دقيق وعلمي. هلا بالنسبة لفيروس الكورونا، كونه طرق انتقاله بالكورونا المستجد عن طرق التنفسية، فهو يصيب حكما القصب الهوائي الغشاء المبطن الظهارة للقصب الهوائي والقصيبات الهوائية. نعم. الفيروسات لا تصيب الأسناخ الهوائية. الأسناخ الهوائية هم تتكاثر الجراثيم فقط. نعم. فهالإصابة هذه تتكاثر فيها الفيروس وبتقتل الخلايا. ما بتفرق بين طفل وبين كهل وبين شاب، لا بين شاب ولا بين بنت، لا مرأة حامل ولا عادي. الخلية المستهدفة هي الخلايا الظهرية في القصب الهوائي. نعم. فمجرد يعني بتكاثر فيها هو بتكاثر يعني ضمن الخلية، وبتصير بأعداد كبيرة تنفجر الخلية. نعم. أو إنه يقطع طريق البرعم. دكتور، في كثير كمان مثلا من الافكار الشائعه عند المجتمع السوري وحابب يسالك عنها، هل ممكن انه الرذاذ ينتقل عبر العين يعني مثلا، او فعلا الفيروس بيستقر بفتره بالبلعوم بعدين ممكن انه يستهدف الرئه او الخلايا التنفسيه؟ هذا حسب اختصاصي كونه اخصائي بالمجال، انه مقوله انه فيروس يستقر بالبلعوم اربع ايام وبعدين ينتقل، هذا كلام ما كثير علمي، يعني ما بناخذ فيه علميا. مو دقيق، لان الفيروس ما هو مسافر يقعد باستراحه ويمشي، يعني بقرب فيها اكثر شيء لوجهه نظر المواطن. نعم. يفهم علي. الفيروس مجرد التقى بالخليه بده يعمل على الاتصاب فيها، لانه في خلايا، في
مستقبلات نوعية من كلا الطرفين. مجرد التقى فيها ولأول مرة بقولكم إياها إنه الفيروسات صحيح غير متحركة لكن في اهتزازات بروانية بتخضع إلى ضمن السائل الموجود له. مجرد تلاقي الخلية بدأت يتصق فيها ومباشرة بعد ما بيتم التعارف النوعي بيناتهم بيحقن الحمض النووي تبعه والحمض النووي الريبة هو اللي راح يسيطر على الخلية. نعم. بدل ما تقعد الخلية تصنع أمورها وبروتيناتها فبتقوم هي بتصنع كل ما يطلب الفيروس أي بمعنى آخر أجزاء الفيروس. نعم. بعدين تتجمع وتنفجر الخلية أو أنه يطلع الأغلب عن طريق. دكتور أنور يمكن عم تحكي حكي علمي ومفصل أكيد لكل يلي هلأ عم يتابعنا لكن خلينا نبسط هيك شوي الموضوع يعني ببساطة شوي لنقدر نوصله لجميع الشرائح يلي عم تسأل هيدا الأسئلة. فيروس كورونا هو بس يدخل الجسم هو ما بيكون حي، الفيروسات ما بتكون حية ولكن هي بتصير حية بمجرد ما دخولها للخلية المطلوب أنها تتكاثر فيها وأنه تفتك فيها المرض وتعيد فيها المرض. الإنتاج أمتى بتتكاثر هيدي الخلية؟ مجرد ما تدخل المجاري التنفسية هي بتبلش تتكاثر. وهل مدة الحضانة اللي هي يقال أنه هي 14 يوم هي المدة ولا لا ممكن تظهر الأعراض قبل ال 14 يوم وهذا بيعتمد على المناعة؟ هلا مجرد بدء الفيروس بالخلية بدي عليها بتجي فيها وتكسر فيها وينتقل لغيرها. نعم. هاي مهمتي لأنه هو مثل ما تفضلتي الفيروسات من أهم تعريفاتها إن هي غير قادرة على التكاثر خارج الخلية الحية، فحكما بدها خلية حية. مجرد التقي فيها تسقط فيها وتكسر. فترة الحضانة هي اللي بنعرفها من لحظة دخول الفيروس أو العامل المسبب للحظة ظهور الأعراض. نعم. هالفترة هذه بالفيروس الكورونا بتاخذ بين يوم و14 يوم وقد تمتد احيانا الى 21 يوم وهي هالفتره هي الخطره بالنسبه للعدوى. يعني هي خطره لما انا بكون حامل الفيروس ما ببين علي شيء وانا بطور الحضانه هون خطورتي ان انا للناس عم تحكي معي نعم. مقابله عن طريق الرذاذ نعم. عن طريق الهواء التنفس تدخل العدوى عن ملتحمة العين لأنه ملتحمة العين معلومك في قناة بتوصل للبلعوم عن طريق الغشاء المخاطي للأنف نعم. والفم نعم. نعم. دكتور يعني نحن بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات العلمية اللي أعطيتنا إياها ونتمنى أنه الناس يكون عندها اهتمام أكثر بهذه التفاصيل والمعلومات العلمية وفعلا تأخذ التدابير الوقائية والنظافة الشخصية والتعقيم حتى تقي حالها من الإصابة بفيروس كورونا. شكرا لوجودك معنا.